ايوه يا بت. ايوه يا ماما، انت فين؟ هو انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اخواتك كمان صحيين؟ اخواتي نايمين وانا كمان كنت هنام، بس تيتا صحتني اكلمك عشان تجيبي اكل معاكي. طيب طب خشي نامي، خشي نامي، انت عندك مدرسه الصبح. اخواتك اكلوا قبل ما يناموا؟ لا ما لقيناش حاجه ناكلها. ازاي ازاي؟ ما انا عامله الاكل وحطها في الثلاجه. الثلاجه ما فيهاش غير علبه جبنه نص، كان فيها حتتين بس عملت لاخواتي. اقفلي يا بت اقفلي، انا طالعه لك. ها قالت لك ايه؟ قالت لي نامي عشان المدرسه. طب ما تستني يا بنتي لما امك تيجي عشان تعشيكي. لا انا هنام عشان ماما قالت لي نامي. ماما؟ طب يا اختي. خدي يا اسطى. ماشي يا ماما، كتر خير. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، اتاخرتي ليه يا حبيبتي؟ عيالك ناموا من غير اكل. ناموا من غير اكل ليه؟ ما انا عامله لهم الاكل وحطاه في التلاجه قبل ما امشي. التلاجه فاضيه ما فيهاش اكل. ازاي يعني؟ انا عامله فاصوليا ورز. ما هم ما كفوش. اصل ايه بنتي جت هي واولادها وقبل ولادك ما يرجعوا من المدرسه فاكلتهم، يعني معقوله يجوا عند ستهم يقولوا ستنا ما اكلتناش؟ لا ازاي، ده حتى ما يصحش. هم ياكلوا ويملوا بطنهم وانا ولادي ناموا من غير عشاء. طب دول ولاد بنتك واللي جوه دول ايه؟ مش ولاد ابنك بردك؟ انت قصدك ايه بقى؟ مش قصدي، انا مش قصدي اي حاجه، بس يا ريت لما تيجي ايه تبقي تقولي لي وانا اعمل حسابي في الاكل. بس هو ده شوفي بقى بقول لك عشان تبقي فاهمه، انا بنتي يا حبيبتي تيجي وقت ما يعجبها تاكل لقمه وترمي عشرة، ده بيتي يا حبيبتي وانا حره اتصرف فيه زي ما انا عايزه. حلوه قوي، هتربيني على كبر. طب بنتك تيجي وتاكل بالف هنا وشفاء على قلبها، مش قادره تغسل الاطباق بعد ما اكلت؟ بس ضيفه يا حبيبتي، ضيفه عندي. او لا اغسلي اغسلي صحون. لا ازاي، الشقيانة التعبانة طول النهار هي اللي تيجي تطبخ وتكنس وتمسح كمان. مالك بتقتتينا قوي كده ليه؟ على ايه؟ بتشتغلي ايه ولا بتقبضي كام؟ على الانعارة الفارغة دي ملوش لزوم يا حبيبتي. اقعدي يا ريت يا اختي، ايدي على كتفك، بس يا ريت اللي اسمها عمتهم دي كانت تحمر لهم حتتين بطاطس ياكلهم قبل ما يناموا. بطاطس؟ ولا بطاطس ايه يا حبيبتي؟ يا امهم ماتت؟ لا ما ماتتش، بس شقيانه طول النهار هي وابوهم عشان يكفوهم لقمه عيشهم. لازمتها ايه بقى الفشخره الفاضيه بقى؟ نادي وتمارين وحصص يا بنتي، وفري فلوسك. لا وايه؟ ايه لازمه التكييف اللي انت مركباه في الاوضه دي؟ لازمته ايه؟ بهوي عن نفسي، جايباه من مرتبي وبالقسط كمان. اتهوي يا اختي زي ما انت عايزه، بس ما تبقيش تشتكي. هل مش لاقيين عيش ياكلوه؟ جايبين عبد يلطشوه. يكون في علمك ابني جاي دلوقتي، يعني مفيش داعي للوكلوك بتاعك ده، ها؟ عشان جاي شقيان عليكي وعلى عيالك. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.